دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها الجزء الاول الدرس الحادي عشر بيتي هذا بيتي بيتي امام المسجد بيتي جميل فيه حديقه صغيره هذه غرفتي فيها نافذه كبيره ومروحه جميله هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذه غرفتي مفتوحه هذه غرفه اخي وتلك غرفه اختي غرفه اخي كبيره وغرفه اختي صغيره غرفه اخي امام غرفتي وغرفه اختي امام المطبخ لي اخ واحد اسمه اسامه ولي اخت واحده اسمها سعاد ابي وامي في تلك الغرفه الكبيره انا احب ابي وامي واحب اخي واختي تمارين اقرا واكتب من في هذا البيت فيه حامد ماذا في الحقيبه فيها كتابي وقلمي ودفتري من في السياره فيها ابي وامي واخي واختي من في مسجد الجامعه الان ما فيه احد من في هذه الغرفه فيها المدير اقرا احب ابي وامي احب اخي واختي احب زميلي احب استاذي احب الله احب النبي صلى الله عليه وسلم احب اللغه العربيه